وانا بس قبل ما اختم انا وكريم الحلقه النهارده خلينا ننوه سريعا جدا. كابتن محمود الخطيب كان متواجد في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر زي ما حضراتكم شايفين، هو كان بيتفقد يعني الانشاءات والمشروعات والوقوف كمان على اخر التطورات في فروع النادي المختلفه. وجدير بالذكر كمان ان في وحدات من وزاره الصحه متواجده يعني في اهلي الجزيره كانت بالامس والنهارده في اهلي مدينه نصر وكانت قبل كده في زايد، فمجهود محترم بيتم زي ما حضراتكم شايفين اكيد ومتابعه مستمره من مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب.